لا ما ارتاح نظري. لا لا يا عم، لا تعميني بهالشغله. لا يا ما عليك يا حبيبي. طيب شو بدك انت؟ منك انت قاعد ورا، انا قاعد بوجه هون يعني هيك شايفه بس. هيك فيه يحكي دقيقه دقيقتين نص ساعه؟ ما فيه. لا ما بيجنن، لا ابدا ما بيجنن، بس انه يعني اخف شويه اذا بتريحني بين سؤال وسؤال، حتى ما اكلها بنظري يعني. خي بتطلع فيك انت، ما قادر شوف. هلا ما شأني، لا هلا شايفك، بس شايفك بصعوبه. تزيحوا شوي، تزيحوا شوي. هلا هيك منيح، بس هيك شيل حط ايدك انت. طيب ماشي. طيب شو بنعمل؟ يلا خلينا نمشي يلا. فوكست.